مرحبا بمتابعينا الكرام مرة أخرى. معي الإطار جيهان، إطار في نادي جوهرة نجم العرائش اللي كتعود اليوم السيد سعيد الوطني المدرب الرسمي، اللي كنتمنوا له بهذه المناسبة الشفاء العاجل إن شاء الله بعد الوعكة الصحية المفاجئة اللي جاتو. لالا جيهان، شنو يمكن لك تقول لنا على المباراة والأجواء قبل المباراة واستعداداتكم المباراة، لأنه ظهر بعض العياء على اللاعبات في وقت مبكر من المباراة؟ يعني هضرنا على اسباب هذه الهزيمه اللي كانت، ودائما كتكون الهزيمه في المباراه الاولى في الدوري كتكون الوقعه ديالها عنده تاثير بعض الشيء. اولا السلام عليكم ومرحبا بكم عندنا. فيما يخص المباراه فاحنا كيف ما كيعرف الجميع كيعرف كل شيء اننا ما كنلعبوش في التيران ديالنا وما كنلعبوش في المدينه ديالنا، دونك كنترينيو عندنا لونطريمون في تيران اخر وكنجيو نلعبو في تيران اخر. هذا مشكل كبير اللي كيأثر علينا حنا دائما، حيت ديما عندنا خارجين كنمشيو نديبلاصاو باش نلعبو واخا حنا اللي كنكونو مصادفين، وهذا ما كيعنيش اننا نتخبعوا في هذا الشيء. مي البنات اليوم داروا اللي عليهم، كانوا شي حوايج اللي عطيناهم ما داروش 100%، ما يقدر الله ما شاء فعل. بحال اللي كنقولوا الكره هي هذه، فيها هزيمه فيها انتصار وفيها تعادل، وان شاء الله نتمنوا نعوضوها المره الجايه ان شاء الله. واخا كوتش جيهان، يعني كما قلتي وذكرتي ان كاين اكراهات كثيره قدام نادي جوهره نجم العرائش، واش كاين يعني سطرتوا اهداف بالنظر لهاد الاكراهات اللي كاينين؟ واش كاين اهداف في هذا الموسم ان شاء الله؟ دائما كيكونوا اهداف عند اي فريق، ضروري يكونوا اهداف، ما يمكنش نبقاو عايشين هيدا غير ماشي هاويين، ضروري كاين اهداف اللي غادي نمشيو عليهم. ولكن ملي ما كتشوفش كاين معطيات بحال اللي قلتي واكراهات اللي ما كيخليوكش تمشي ديما في الطريق، فراه يكون بزاف ديال التعثرات اللي غادي يكونوا في القدام، واللي كنتمناوهم انهم يحيدوا ما يبقاوش ونزيدوا للقدام ان شاء الله ونكونوا مزيانين. هذا اللي كنتمناوه كوتش جيهان، ونتمناو ان شاء الله ان هذه الهزيمه تكون درس، ما تكونش يعني لها تاثير كبير على نفسيه اللاعبات وعلى الطاقم. نتمناو مزيد من التالق ان شاء الله في المباريات القادمه، وشكرا بزاف ان شاء الله. شكرا.